اهي احضر اغطيها من غير ما تبقى اهي مقفوله تماما اهو. تمام، هي ده بس انا عايزه اوريكم الحجم بتاعها عامل ازاي. الاطراف دي بس مش هتخلي العلبه تقفل على الاربعه. طيب نقدر نعمل فيها ايه كمان؟ نقدر نستخدمها زي ما قلنا كلانش بوكس في المدرسه لاولادك او الكلام ده. دي البوله ال 200 مللي، دي اللي هي الايك كيبر اللي هي علبه حفظ البيض. لو انت بتحطي هنا سندوتشات باتيهات اهو وبتقفل معاكي برده جميله جدا ومش هتاخد مكان. تمام، تعالوا برده نشوف ممكن تاخد معايا بقسماط قد ايه. العلب شكلها اصلا بصراحه مبهر جدا على الحقيقه. نشوف بتاخد بقسماط قد ايه زي ما قلنا معايا اهي. يعني عايزه اقول لكم ده تقريبا اقل من نص كيلو، حاجه بسيطه جدا. واخد معايا مرتاح لان الكيس كان في نص تقريبا. تقدري تقفليها اهي. العلب شيك جدا، استخداماتها كتير وجميله، عليها اوفر سعر حلو قوي. يا رب يكون الريفيو عجبكم.